السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزولا تحت رغبة العديد من الأشخاص يلي عم يحكوني على القناة، طلبوا مني إنه أعمل شرح تفصيلي لمكونات السولار انفرتر. مشان هيك هلأ في هبلش بالاس بي اسات يلي موجودين داخل السولار انفرتر واحد واحد، بداية من الباتري اس بي اس. هيدا الاس بي اس يلي مبين هون بالصورة هو اسمه باتري اس بي اس، ويا ريت نوحد هالتسمية هاي بحسب ما سماه المصمم لهيدا الانفرتر، لانه في ناس بيجي بيقول لي ملف مثلا الملف الاساسي او شيء هيك. هذا اسمه باتري اس بي اس. ليش سموه هيك؟ لانه هيدا هو اللي بياخد مباشرة من سوكت البطاريات، وبعد منه في له خارج بنحكي عنه بفيديوهات لاحقة. المهم خلينا نفوت بالمخطط تبعه لهيدا الاس بي اس ونشرحه بالتفصيل. ولكن قبل شوي صغيرة خليني احكي شغلة، شو الفرق بين الانفرترات؟ اذا بتاخد مثلا من نفس السيريس انفرتر لنقول 1 كيلو، 1.5 كيلو، 2 كيلو، 3.5 كيلو مثلا، 5 كيلو، شو بيفرقوا عن بعض بالنسبة للباتري اس بي اس؟ اللي بيفرقوا عن بعض انه المدخل تبعه لهذا الباتري اس بي اس هو حسب عدد البطاريات يلي حاطط له، يعني بقصد الفولتج. من بعد منه لهذا الباتري اس بي اس الديزاين تقريبا هو ذاته ببقية السيريس، بس مع تكبير حجم وسعة وقدرة تحمل القطع. طيب لنروح لمخططه لهذا الانفرتر لهذا الاس بي اس. هاي صورة مكبرة شوي له هو ذاته الاس بي اس. كلمة اس بي اس يعني سويتشينج، هو اس ام بي اس سويتشينج مود باور سبلاي، اس بي اس سويتش باور سبلاي او سويتشينج باور سبلاي. طيب هلا عادة هيدا الترانس في اجر منه في له برايمري وسكندري. في بالبرايمري تبعيته، هاي البرايمري بتيجي هون، في اجر منه بتكون موصولة على البلاس تبعه البطارية، والاجر الثاني بتكون جاي على هيدا الموسفت. اذا بنروح على المخطط هي هيدا الترانس اسمه تي اكس 2 على المخطط، هيدي البطارية اللي عم نقول عنها. لاحظ جاي على اجر الترانس هون، وفي اجر تاني عم نقول هي بتكون موجودة واصلة لوين؟ على الدرين تبعيت الموسفت. هذا بالبرايمري سايد. بالسكندري سايد في عنده خرج واحد ما في غيره، شو هو؟ هو يعني 160 فولت بيروح على المين اس بي اس. يعني في الاس بي اس الثانية اللي بعد منه لهيدا، ان شاء الله بفيديو تاني بنشرحه كمان بالتفصيل وبنعطي مخططه، شغلته ياخد من هيدا ال 160 فولت ويغذي لي اوتبوت ب 3 فولتيات يلي هن بلس 5 فولت وماينس 12 فولت وبلس 12 فولت، يلي هن اساسيات لتشغيل كل القطع اللي موجوده على المين بورد. طيب هلا لنيجي شوي نحكي هون بالنسبه لكيف كيف العمل هون، كيف بيعمل، كيف نعمل سويتش اون وسويتش اوف. هيدي السوكت يلي موجوده هون هي تبعيت كبسه الباور او السويتش تبعيته يلي موجوده على المخطط، بسمينا سي ان 16، مطبوع اسمها على البورد كمان. طيب شو عم بصير هون؟ انا بمجرد ما اعمل سويتش اون، يعني اوصل هيدا البن 1 على البن 2، شو اللي بصير؟ للحقيقه في كذا شغلة بتتم. واحدة من الأمور هي إنه هذا الأوبتو كابلر بيعطي خبرية للمايكرو كنترولر إنه والله نحن عملنا سويتش أون. بس في شغلة هون بعد، نحن بمرحلة هلا بعدنا قبل ما يشتغل المايكرو كنترولر، قبل ما توصل له التغذية حتى،
بس مش مهم، انه هيدي الاشارة بتضل ثابتة ووصلت له للمايكرو كنترولر، حتى لبس يشتغل كمان بتضل واصلة طالما انا عامل سويتش اون. هي اول نقطة. النقطة الثانية، اليو سي الاي سي المذبذب لهيدا الاس بي اس، هي اليو 14. هيدي في سر تشغيل تقريبا ثابت بكل الاس بي اسات يلي فيهم هيدا اليو سي. شو هو هالسر هيدا؟ التغذية تبعيته الفي سي سي عند الاقلاع بياخدها من مصدر، وبس يقلع يعني للحظة معينة، بس يقلع بصير التغذية الذاتية من الترانسفورمر يلي موجود معانا. بمعنى رقم سبعة، البن رقم سبعة يلي موجودة فيه هي الفي سي سي. طيب انا ليشتغل هيدا اليو سي هو بحاجة لفولتج بين 8 و 30 فولت، هيك بتذكر بالداتا شيت تبعيته. المهم اذا انا اول تشغيلة عادة بيحاولوا المصممين يوصلوا له 9.5 فولت. طيب لاحظوا شو عملوا لهالشي هيدا. بمجرد ما تعمل انت سويتش اون، في عندي هيدا المكثف بيكون فاضي. شو راح يصير؟ راح يمرق، ليشحن، هو بده يمرق تيار لفترة قصيرة. بمجرد ما يمرق التيار اشتغل هيدا الترانزستور. وفي شغلة هون، في عندي هذا الاوتو كابلر يلي هو اليو 6، هني عادة إذا بتلاحظوا على البورد على الزاوية، إذا بتقلبها على قفاها وميل دخول البطاريات على شمالك، على ميل أعلى اليمين بيكون في هولي الاثنين اوبتو كابلر. الفوقاني اليو 6 هو اللي عم بحكي عنه هون. هيدا هلا انا برمته هون للصورة، تقدر تسامعي المخطط والصور بنفس الوقت. بس تعمل سويتش اون انت للحقيقه، لك شو كاتب لك هون، اس بي اس اون، يعني تكون شغلت هيدي اللد، وبنفس الوقت شو بتكون وصلت بارد من خلال هيدا المكثف، من خلال هيدا الترانزستور وصلت الباتري ماينس، وصل لهيدي البوينت، وبالتالي اشتغل هيدا اوبتو كابلر بالكامل. وهذا الشيء بيؤدي لانه يشتغل هيدا الترانزستور يلي هو اهم ترانزستور بعمليه الاقلاع، يلي هو اسمه كيو 6، في الكيو 5 عفوا. هلا في منه عم مخططه على البورد اسمه كيو 5، وفي منه اسمه كيو 6. هون اسمه كيو 6، هي اس ام دي هو، مع ملاحظة انه هو من نوع بي ان بي. لك شو بيعمل هيدا، بوصل لك البوزيتيف يلي مارق عبر الترانزستور يلي هو الكيو 64، هذا الصغير الموجود هون حد السويتش، بمرق لك البلس في سي سي لوين، على اليو 40. طيب بهيدي اللحظه قبل ما يشحن هذا المكثف، نحن بنكون عطيناه تقريبا 9.5 فولت مصدر لهيدا اليو سي، فبيبلش بعمليه الاقلاع. بمجرد ما يقلع، لاحظوا شو في عندي هون بالترانسفورمر، في اذا بتبلش تعد هيدا البرايمري 1 2 3 4 والخمسة، هني ملف حاطين على خرجه يعني فلتر للويف ليحول لدي سي، حاطط لك دايود وكاباسيتور. هذا موصول على الباتري ماينس. لاحظ هذا لوين رايح، هذا رايح لهون، يعني هو اللي بيشكل التغذية، تكملة التغذية لليو سي، رايح على اليو 7 على البن 7. اوكي، فاذا حتى ولو هيدا فول هيدا الكاباسيتور ووقف، عملية تمرير الماينس من هون بغض النظر، يعني صار عم بيتغذى من الترانسفورمر ب 14.5. هلا هون في نقاش انه اذا حيوقف الكرنت لهيدا المكثف ولا لا. انا ما بهمني، بهمني انه نفهم كيفية عمله لهيدا الاس بي اس. طيب شو بعد بدنا نحكي هون؟ في شغلة كتير مهمة صادفتني بعملية الصيانة لهيدا الاس بي اس. هيدا الاس بي اس اول شيء في حال ما اشتغل، اكيد الجهاز ما حيشتغل من البطارية، ولكن في شغلة،
في بالام بي بي تي اس بي اس خاص بكهرباء الدولة، في حال وصلت الانفرتر انا على كهرباء الدولة بدون بطاريات بيقدر هذا الاس بي اس يلي موجود ب بالام بي بي تي انه يخرج لي 160 فولت ويحل محله لهيدا الاس بي اس. اوكي، فمشان هيك في ناس بيكون عندهم مشكله بهذا الاس بي اس، بيقول لك مش عم بيأقلع على البطاريات، بس اذا اشتغل الكهرباء الدوله ودور بأقلع. وفي حال ممكن يعني في حال في ضعف انه بهذا الاس بي اس وكان شغال، في اقلعه على كهرباء الدوله ويطفي بيرجع بيكمل اقلاع من الجهاز، بقصد من هذا الاس بي اس. طيب شو النقاط اللي كنت بدي اقولها؟ النقطة انه هيدا الموسفت هو تقل الجهاز كلياته عليه، يعني الحمل. هي اول ملاحظة. فبس بدنا نستبدله، هو عادة بيجي هيدا الاي ار اف 640، بس بدنا نستبدله بدنا ننتبه للبديل شو هو، لانه ما حيالله بديل بيشتغل. هاي نقطة. نقطة تانية كنت بدي اقولها هي اذا بتلاحظوا بحسب هذا المخطط ما في فيدباك، ما في يعني عادة بالاس بي اسات بيكونوا حاطين اوبتو كابلر شغلته يعطي فيدباك، ل يعني بيجي من الخارج تبعونه للاس بي اس وبيعطيني على اليو سي. هذا ما في فيدباك لانه المفترض انه هو يعني ما في حمله تقريبا ثابت، يعني هو معروف شو عم بي انه هو عم يشغل الجهاز بس مش اكتر من هيك، ما خصه بالحمل الخارجي، بس شغلته تدوير البورد كلياتها سوا. هلا بيفرق الحمل شيء بسيط، لانه اذا كان مثلا انا طافي الانفرتر ومش جاي كهرباء الدوله وعم بيشرج الجهاز في شمس من اللواح بس ما عم بيخرج لي 220 فولت، بكون موقف انا الاي جي بي تيات الخرج، يعني بيخف شوي الحمل عنه لهيدا الترانس. بس اكتر من هيك ما بعتقد انه ممكن نخفف. ففيك تعتبر انه الخارج تبعه ثابت، يعني في حال هيدا قصة هول اجي بتي اشتغلوا او ما اشتغلوش يمكن بيعمل دروب شوي صغيرة للفولتج تبع هيدا، بس عم ينزل لل 146 لل 140 هيك شيء. ويعطيكم الف عافية، ان شاء الله ما كنش نسيت شيء.